هذا الإنجاز اللي تم هو إنجاز خزان 1000 متر مكعب. انطلاقة لخزان مائي خاص بغبو فالة اللي تم ربطه بالبئر العميق الموجود هناك اللي أعطى حوالي 40 لتر في الثانية اللي رايح يخفف بصفة ملحوظة على النقص والتذبذب اللي تعرفوا اللي يعرفوا الحي بغوفل. وبعد ذلك قمنا بإعطاء إشارة لمحول كهربائي اللي راح يسمح باش يخفف على مناطق رويسات سكرة حاسب بن عبد الله سيدي خويلد وعين بيضاء. كانت فيه كذلك انطلاقة للطريق جزء من الطريق الوطني اللي يعرف تذبذب يعني الأشغال راهي جارية به ما بين عين بيضاء ومفترق الطرق حسين مسعود وما بعده 8 كيلومترات. والمشروع الهام اللي كانوا ينتظروا فيه المواطنين هنا على مستوى الشط اللي هو إعطاء الانطلاقة لهذا البئر الجديد اللي سوف يمول منطقة الشط.